مولاي أبو فاضل صلوات الله وسلامه عليه راح نسولف ويا الليلة، نقول له مولاي إيش راح تسوي لو وصلت زينب وتريد تشوفك؟ إيش راح تسوي لو وصلت زينب وتريد تشوفك؟ إيش راح تسوي شلون الملقى يصير وما هجفوفك؟ راح تسوي شلون الملقى يصير وما هجفوفك؟ شراح تسوي شراح تسوي شلون الملقى شلون الملقى يصير ما يجفو؟ شراح تسوي شراح تسوي شراح تسوي؟ قولها هاي فدوة. شراح تسوي شراح تسوي أرد أسأل يا عباس قلبك شنه الإحساس بملاقى الغريب بملاقى الغريب؟ كل شموحي للنوم حاول تقدر تقوم زينبكم قريب زينبكم قريب. والأصعب بعد وين لو نجدت على حسين؟ يا أبويا إيش مصيبة يا أبويا إيش؟ أرد أسأل يا عباس قلبك شنه الإحساس بملاقى الغريب؟ كل شموحي للنوم حاول تقدر تقوم زينبكم قريب. والأصعب بعد وين لو نجدت على حسين؟ يا أبويا إيش مصيبة يا أبويا إيش مصيبة؟ هذا السؤال بخاطري يدور عدكم دول الظهر مكسور. هذا السؤال بخاطري يدور عدكم دويل الظهر مكسور. لليوم دمكم تارس الجار منين الدروب للرايدة تزور؟ منين الدروب للرايدة؟ راح تسوي مو من طبعك ما تتلقى ضيوف؟ شراح تسوي شلون الملقى شلون الملقى يصير وما يجفو؟ يلا اثنين ايديك يلا فدوى. شراح تسوي لو وصلت زينب وتريد تشوف؟ شراح تسوي شلون الملقى شراح تسوي شراح تسوي شراح تسوي؟ عونا وين زينب؟ ها شراح تسوي خادم مولاتي زينب السيد علي مالك الموسوي. شلون يصير الاعتاب لو وقفت على الباب ومناشغ حكي ومناشغ حكي وتصيح لكم بصوت تتلقوني لو موت بس ما حد يجي بس ما شلون يصير الاعتاب لو وقفت على الباب ومناشغ حكي وتصيح لكم بصوت تتلقوني لاموت بس ما حد يجيها؟ وتشاهد بالعيون
شمسوين بمعون ويهضمك باكي ويهضمك باكي ما صايرة ولا دايرة عليك واحد يحبك بس يبكيك واللي يحكي ويا عزاز الشيد محتاجك وقاعد يحاكيك محتاجك وقاعد ما صايرة ولا دايرة عليك واحد يحبك بس يبكيك واللي يحكي ويا عزاز شريد محتاجك وقاعد يحاكي شراح تسوي عفت بنادم بس مو بيدي يعوف شراح تسوي شلون الملقى شلون الملقى يصير وما هي فو يلا اثنين ديك شراح تسوي لو وصلت لو وصلت زينب وتريد تشوف شراح تسوي شراح تسوي وينك فدوة شلون الملقى يصير وما ايش راح تسوي ايش راح تسوي ايش راح تسوي جيب اليقنع الروح ونقل لها مذبوح شو تسوي العاقله شو تسوي العاقله لا تشادر يكفيك يا مقطع حيرت بيك فاتحتك ثقيلة فاتحتك ثقيلة جبنا القبرك الماي يا هولين عوياي جبنا القبرك الماي يا هولين عوياي وقعد واشتكيله وقعد واشتكيله يا فاجدة قابلني يا عين قلبر دخل صنع على الحسين حسين حسين يا فاجدة قابلني يا عين قلبر دخل صنع على الحسين واقلب الدنيا عليك عباس وما اقول كلمة خويا ماشي ما اقول كلمة خويا شراح تسوي من تعرض عين اختك بين طيوفك شراح تسوي شلون الملقى شلون الملقى يصير وما شفو يلا اثنين ديك يلا فدوى شراح تسوي لو وصلت لو وصلت زينب وتريد شوف شراح تسوي شراح تسوي شلون الملقى شلون الملقى يصير وما يشفو شراح تسوي شراح تسوي شراح تسوي عون عون الزينب ها شراح تسوي يلا فدوة شراح تسوي هي التهدم الحيل من تقضي بتواسيل عشرتنا وعيشقنا عشرتنا وعيشقنا كلش وضعي مو زين ورم قلبي لحسين وتفرهد تعبنا وتفرهد تعبنا تطلع روحي كل ساعة ما حبك يا الوداع تطلع روحي كل ساعة ما حبك يا الوداع يمطشر شملنا يمطشر شملنا
طش الشمل وعيوننا تريد فرقاكم يدالب يا جاويد. هو اللي يحبها ينسى مرات بس أنا قلبي معودة تعويد. بس أنا قلبي شراح تسوي لو ردت العطشان بما يحروفك؟ شراح تسوي شلون الملقى يصير وما يشفو؟ يلا اثنين ايديك. شراح لو وصلت زينب؟ لو وصلت زينب والبيت شو؟ يلا فدوه. شراحت شلون الملقى؟ شلون الملقى يصير وما يصير؟ شراحت سوي؟ شراحت سوي؟ شراحت سؤال لابو فاضل لا تقصر فدوه. خويا ايش احكي وما ادري شلون بس عذريني يم عون وتشوفين حالي وتشوفين حالي مو بس ماكو جفين راسي وما بقت عين بس انت على بالي بس انت خويا مثلك قلبي محروق وادري متعبك السوق مثلك قلبي محروق وادري متعبك السوق يا شمعة حلالي يا شمعة خوي من قعدة ويذبحون بيا انا على بالي الهاشمي قولها قولها انا على بالي الهاشمية شلت ايدك لك عود مشتاق قبل النحر قطع ويدي قبل النحر قطع ويدي شراح تسوي من تسمع ضعنك راجع للطوف يلا يلا شراح تسوي شلون الملقى شلون الملقى يصير وما يصير شراح تسوي وصلت زينب وتريد تشوفه شراح تسوي